احنا اول حاجه نفهموا قاعده في قضيه التبشير بالجنه. كيف نبشر الانسان بالجنه؟ كيف نقول الانسان انت بالجنة، انت في الجنه؟ هل نستطيع نحن ان نقولها؟ لا نستطيع. من الذي له ان يقول فلان في الجنه بعينه؟ هكذا بالعين تاعو، بالعين، شكون فلان بن فلان ولا الجماعه الفلانيه ولا هذوك الربعه ولا هذوك الزوج ولا كذا، نسموه التعيين حنايا، سواء بالواحد او بالجماعه. هذا التعيين هذا بالجنه هذا لا يجوز لاحد ان يقوله، لانه تألي على الله. شو انت درت روحك في مكان الله؟ ما يجوز لينا نقول هذا في الجنه هذا، ما تعرف. قال النبي عليه الصلاه والسلام في رجل توفي في سبيل الله، اصابه سهم وهو يحرس دواب الرسول عليه الصلاه والسلام، فمات فقالوا بشراه الجنه. كان معنا في غزوه يقاتل وزاد، وحنا راجعين زادوا قتلوه في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وما يدريكم لعل الشمله التي اخذها من الغنائم قبل القسمه تشتعل عليه نارا في قبره. يعني تصور، نسال الله السلامه والعافيه، تصور ان كاين امور خفيه انت ما تبغيش تعرفها. نفس الشيء النار، تصور دركا وكان يكون كافر من الكفار مات، معروف تسمع به انت رئيس دوله كافره وكذا مات، هل يجوز ان تقول عليه هذا في النار؟ هل يجوز ان تقول عليه في النار؟ ما يجوزش، لان كاين امور انت لا تعلمها. ممكن هذا الانسان كافر حياته كامله، بالك خمس دقائق قبل ما يموت قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ومن بعد جاته قبضه الروح. من على بالنا؟ شفنا احنا الامر هذا ما نقدروش نحكمه. اذا بالعين هكذا بالعين، يعني انسان بعينه ما يجوزناش نحكم عليه بالنار الا اذا حكم الله عليه. ابو لهب، فرعون، قارون، هذوما الناس في النار، هذوما على بالنا قائمه في النار. درك انسان واحد اخر ما تقدرش تحكم عليه، تصور تقدرش. لماذا؟ لان هذا الامر تألي على الله. احنا ما نقدروش نقولوا، احنا نقولوا الكافر في النار، الكفار في النار، اليهود في النار، الظلمه في النار، هذوما كامل في النار. درك الان كيف مات الانسان؟ الله اعلم. لان النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا حديثا قال: ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار. تصورها، الله غالب جينا واعره حنايا، لان احنا عاطفيين، بصح الله رحيم علينا. احنا بقدر العاطفه بقدر القلوب ضيقه، ما فيهاش رحمه. ولكن الله عز وجل رحيم سبحانه وتعالى. شوف كانوا يقاتلوا في الرسول عليه الصلاه والسلام، اتصور دوكا الان انت واحد من هذول لم يقتلوا الناس، يقتلوا في المسلمين، يحاربوا في المسلمين، لو كان يسلم ويتوب الى الله عز وجل يغفر الله له. تصورها، اتصور ان هذا الانسان لو كان يستغفر الله ويتوب ويموت على التوبه ولو بضعه ايام يغفر الله له، لان الله عز وجل قال في وقت كانوا الناس يقاتلوا في الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لهم: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهما راهم يقاتلوا فيهم، قال لهم: قل لهم اذا كان يحبوا يتوبوا نغفر لهم. يعني وكان احنا بيدنا ما خلوهمش، قلت قتلتوا لنا وشحال درتوا لنا ابادات جماعيه، كيفاش نخليك تتوب؟ وكان لينا احنا، لان احنا بقدر حماسنا وغيرتنا وعاطفتنا بقدر ضيق قلوبنا. ولكن الله عز وجل له الرحمه الواسعه، رحيم سبحانه وتعالى، هذيك الرحمه احنا ما نقدروش نوصلوا لها. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك لما ضرب في رأسه في أحد وسل الدم وكسرت رباعيته، قال: كيف يفلح قوم ضربوا أو شجوا رأس نبيهم؟ نزل عليه الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. تصور الدرجة ماذا؟ لذلك احنا العين هذه بالذات، قال فلان في النار ما نقدر لهاش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها شبر أو ذراع، فيعمل بعمل اهل الجنه فيموت فيدخلها. ودك انت روح دخل روحك في امر الله، ما تقدرش، امر الله سبحانه وتعالى. والعكس صحيح، ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه، قدروا نشوفوا انسان يخدم بعمل اهل الجنه، نسال الله السلامه والعافيه من سوء الخاتمه. وثم لا حتى خلاص هذاك الانسان خدم حياته كاع الصلاه كذا، قالوا بينه وبين الجنه شبر برك او ذراع، خلاص بقى زوج دقائق شد روحك تموت تبقى على في الجنه. فهذيك اللحظات الاخيره والعياذ بالله يعمل عمل اهل النار، اما يكفر او يفعل شيئا معينا ثم يقبض عليه بذلك فيكون من اهلها، قال الله، قال النبي عليه الصلاه والسلام. اذا الان احنا الشيء يبدو للناس
واش رانا نشوفوا احنا نقدروا نقولوا بلي ممكن ماشي هذه هي الحقيقه. كاين شحال من حاجه رانا نشوفوا فيها ماشي هذه هي الحقيقه. من الذي يطلع على هذه الحقائق؟ هو الله تبارك وتعالى. لذلك بهذا الحكم احنا لا يجوز لنا ان نحكم على انسان انه في الجنه او نحكم على انسان انه في النار، الا اذا جتنا من عند من؟ من عند الله قائمه، فلان في الجنه، فلان في النار، فلان في الجنه، فلان في النار. درك حنايا ندين الله، ومن اصول توحيدنا وعقيدتنا اننا نعتقد ان ابا لهب في النار، وان ابا جهل في النار، وان الذين سماهم الرسول عليه الصلاه والسلام اهل القليب في النار، قليب بدر، لما توفي قال النبي عليه الصلاه والسلام اني ارى منازلهم في جهنم، 70 صنديد من صناديد قريش في النار. هذوما كامل في النار، وحنا هذوما على بالنا بلي هؤلاء في جهنم. هذوما كان نعتقدوا بلي راهم في الجنه ولا نشكوا بلي راهم في النار نكفروا. يعني هذوما خلاص امر معلوم من الدين. ونفس الشيء اصحاب الجنه الذين سماهم النبي عليه الصلاه والسلام العشره المبشرين وكذا، لو كان واحد يشك باللي ابو بكر الصديق ولا عمر ولا في النار راح يولي كافر من بعد، لانه راح يكذب صريح النص الشرعي وهو وحي النبي صلى الله عليه واله وسلم.